حابين في البداية نعرف من حضرتك أهمية التحول إلى الدعم النقدي، إيه الأهمية الاقتصادية لها؟ طب خلينا الأول نقول حجم الدعم في مصر قد إيه، والدولة المصرية بتقول أو بتقوم بدفع مبلغ قد إيه في الدعم من خلال الموازنة العامة المصرية. الموازنة العامة المصرية الحالية اللي هي تنتهي بإذن الله يوم 30 يونيو القادم، حجم الدعم المقدم حوالي 529 مليار جنيه. المتوقع بإذن الله أو في الموازنة الجديدة اللي هتبدأ من 1/7/2024 وهتنتهي في 30 يونيو 2025، حجم الدعم حوالي 636 مليار، يعني زيادة حوالي 100 مليار، يعني تقريبا حوالي 20%. ده حجم دعم، منهم دعم سلعي. دعم سلعي يعني يقصد بيه الدعم الموجه لمنظومة الخبز، الدعم الموجه للسلع التموينية في حدود 300 أو 320 مليار جنيه. عشان نتحول الددعم في مصر بيقدم حاليا باشكال متنوعه، منها دعم نقدي بيقدم في شكل حمايه مجتمعيه لبرنامج ذات تكافل وكرامه، وده اثبت نجاح كبير جدا. احنا النهارده عندنا عدد اسر مستفيده منه كتير جدا، عندنا مواطنين يتجاوز ال 25 مليون مواطن بيستفيد من منظومه تكافل وكرامه بشكل مباشر. بشكل مباشر بياخد الدعم نقدي وصل لحوالي 41 مليار جنيه، وده شكل ودي منظومة ناجحة 100% وكل الناس أشادوا بيها. وعندنا دعم بيقدم ناحية سلعية، سواء كانت في منظومة الخبز، سواء كانت في منظومة السلع التموينية. منظومة الخبز يعني مصر بتقدم فيها دعم في حدود 126 مليار جنيه، ومنظومة السلع التموينية في حدود 135 مليار جنيه سنوي. طيب أنا عشان أتحول للدعم النقدي، كثير من الدول يعني تحولت لمنظومة الدعم النقدي، يمكن على رأسهم البرازيل كانت في عملية التحول الاقتصادي حولت نفسها من تحول عيني أو دعم عيني إلى دعم نقدي، ونفس الكلام تركيا تحولت من دعم عيني إلى دعم نقدي، وبالتالي هي تجربة ناجحة وكثير من الدول تحولت لها بالفعل. لكن لها ضوابط، يعني هي الإشكالية أن تضع الضوابط المهمة اللي بتعمل ما يطلق عليه كإحنا في لغة الاقتصاد حوكمة هذا الموضوع، أن يكون هذا الموضوع فعلا. إحنا في جملة دايما نقولها كده، ليه إيه؟ أن يصل الدعم المستحقين. صحيح. الكلمة دي إحنا سمعناها كتير جدا. عشان أوصله فعلا المستحقين لازم يكون عندي قاعدة بيانات تامة وكاملة بكل المستحقين لعملية الدعم. أيضا عندي الدعم ده اللي هو النقدي، طب هيتغير بتغير التضخم، يعني ما ينفعش أثبت أقول والله هدي مثلا 1000 جنيه للمواطن، طيب السنة الجاية لو التضخم زاد ال 1000 جنيه هيبقوا 1000 جنيه ولا هيبقوا 1100؟ القيمة الشرائية بتاعتها هتتغير. بالظبط، فإذا أنت لازم تحط هيكل أو تحط جدول وتقول والله أنا همشي مع نسب التضخم، يبقى أنا لازم أربطه أو أربط الدعم النقدي ده بنسب التضخم الموجودة، أربطه أن يصل لمستحقيه، يبقى أنا لازم أعمل تنقية للمستحقين الفعليين وقاعدة بيانات محدثة. بالظبط، قاعدة بيانات محدثة ويتم تحديثها طبعاً بشكل يعني دولي مباشر ودائم، لأنه أنا لو أنا ما حدثتهاش لمدة أكتر من 6 شهور، طب أنا دخل لي ناس جديدة. صحيح. وخرج من هذه المنظومة أو قاعدة بيانات ناس، يعني في واحد كان عاطل وكان بياخد دعم، طب النهاردة بدأ يشتغل، طب في واحد كان بيشتغل طب ويعني توقف عن الشغل وأصبح النهاردة في البيت بيمارس يعني في بيته أو يعني ترك وظيفته، طب والله واحد كان رب الاسره توفى، طب الاسره والمعيله دي هتاخد ولا ما تاخدش؟ دي يعني موضوع كبير جدا. فاذا توافق قاعده البيانات لازم يكون اربطه بالتضخم، ويكون عندي متغيرات محددات لقيمه الدعم الموجه. النقطه الثالثه، انا هدي دعم قد ايه؟ يعني لازم احط الخط اللي اقول من خلاله انه فلان انه عبد المنعم لما ينزل لمستوى الدخل ده لازم اديله دعم. طب المستوى ده هيبقى ايه؟ هل هو المستوى الحالي؟ النهارده الدوله قالت والله ان الحد الادنى للمرتبات 6000 جنيه. طيب هل اللي اقل من 6000 هيستحق دعم؟ ولا اللي اكتر من 6000 و7000 و8000 على اساس انهم شريحه برضه تستحق للدعم؟ فاذا دي محددات، ويمكن دوله رئيس الوزراء لما تحدث عن هذا الموضوع قالوا هنترك ده للحوار الوطني. ويمكن انا الحمد لله احد اعضاء الحوار الوطني، فهيكون هناك حوار، لان الموضوع ليس فقط ان انا اقول قيمه معينه لكل مواطن او لكل اسره، طب الاسره دي هتصرف ازاي؟ طب اسره يعني رب الاسره تارك الاسره ديت وهو منفصل عن زوجته وهو اللي بياخد الدعم، طب الزوجه هتاخد؟ هدي للفرد ولا هدي للاسره؟ هي دي برضه اشكاليه. انا هدي للفرد الواحد،
طب لو أسرة منفصلة، زوج منفصل، طب هو خد الدعم، طب الزوجة والأولاد ما خدوش، طب هدي للزوجة، طب الأولاد. فإذا هو الموضوع مش على عيانه، لابد من وضع ضوابط، وضع محددة، مراعاة التفاصيل كمان طبعا يعني. تفاصيل كثيرة جدا يعني، قعدنا نتكلم في نشرح يعني فكرة الدعم، لكن هو كفكرة طبعا جيدة جدا، لأنه فكرة إن أنا أتحول لدعم نقدي ده معناها ببساطة أنا بلغي سعرين أو يعني لسلعة. يعني هي الإشكالية في إيه؟ إن أنا عبد المنعم ممكن ما أكونش أستحق إن أنا آخد بنزين بقيمته كذا، صحيح، وفي واحد تاني يستحق، فأنا باخد حق. فكرة أن يصل الدعم لمستحقيه بالظبط، اللي هو النهاردة أنت عندك السفارات اللي هو موجودين في السفارات، الضيوف الموجودين اللي هم غير المصريين موجودين، كل ده بيتحصل على الدعم، كل ده بيتحصل على دعم زيه زيه، بيتحصل على الخدمة الصحية زيه، تمام؟ فإذا في عندك شريحة كبيرة داخل المجتمع هي لا تستحق بالفعل أن تتحقق أو يعني تحصل على الدعم، والدعم لازم أحدده. لو أنا هبدأ في الأول وأنا أعتقد إنه فكرة إن أنا أخلي الدعم كله نقدي، لا، أنا هخلي الدعم السلعي هو النقدي، سواء كان سلع تموينية أو سلع أو منظومة خبز، لكن الدعم الموجود في الكهرباء، الدعم الموجود في السولار والبنزين والمشتقات البتروليه، الخدمات يعني مؤقت لغايه ما يكون عندي القاعده تامه.